الملف الثاني يا حضرات تسمم التنظيمي هو القيادة السامة، وطبعا أعده أحمد وصفي، إبراهيم رضا، أسامة عبود، صقر محمد، محمد دهيس، أحمد رمزي، إشراف أستاذ المادة أستاذ دكتور ممدوح عبد العزيز رفاع، أستاذ الموارد البشرية كلية تجارة جامعة عين شمس. هذا الموضوع بيتكون من 5 عناصر رئيسية، هي تعريف القيادة السامة، سمات القيادة السامة، أبعاد القيادة السامة، المثلث السام، ثم أخيرا كيفية التغلب على السلوك السام في مكان العمل.